عبد المولى مقنيق، عمري 23 سنة، نسكن طريق عين مريم سيدي سالم بن زرت. قريت مركز تكوين مهني مازن بورقيبة، وتو نخدم اوبيراتور سير ماشين. بطلت القراية نيفيام اني، ما حالفنيش الحظ، خرجت نصحوني ولاد حومتي واصحابي باش نمشي نقرا في السونتر هذا متاع مازن بورقيبة. قالوا لي اعمل سودور حاجة باهية. مشيت قريت وقتها عام وشهرين، عملت سومي اوتوماتيك وارغون، وبعد ما كملت قعدت متاع شهر هكاك قاعد. وجينا لهنا هيك جروب كامل وقتها 10 من الناس، عدينا ستاج لهنا هيك بعام. في ستاج مشيت خدمت في سوسيتي باليسكاندرو ايطاليان، خدمت معها عام واربع شهور، سكرت هي بريود الثورة وقعدت بطال متاع 6 شهور وعاودت رجعت لهنا هيك. توا عندي 6 شهور من اللي رجعت لهنا هيك، ما عادش نخدم سودير مانويل، وليت نخدم اوتوماتيك على ماشين. نجي الصباح ندخل فيستير، نلبس تيوني متاعي، ندخل لاتولي، خدم ماكينة على الصباح، عندي فورن خدمه وسخن البرودوي. وكان فهم تنظيف في البياسة ولا سودير نبدأ ريقل فيه. الخدمة هذية تتطلب انه واحد يكون رزيق وتطلب شوية صبر. طموحي ماذا بيا نعمل سودور سمارين بلونجي، حاجة هيلة برشا ما تتطلب برشا فلوس. معناتها ننصح لأي واحد يكمل قرايته ولا ما تساعدوش القراية يخرج من يبطل قرايته، ننصح انه يعمل صنعة ما يقعدش هكاك. معناتها فما سودور، فما ألمنيوم، فما شوفروا، فما برشا حاجات باهية في السونتر نجمو نتعلموها، واحد ما يقعدش قاعد.